بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل مع بعض أعزائي الطلاب الفصل الثالث اللي بيتكلم عن نظريات التعلم، ونتكلم الآن عن نظرية المحاولة والخطأ، نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ. تعالوا الأول نتعرف يا شباب على إيه هي النظرية دي. طبعا رائد هذه النظرية هو العالم ثورندايك. طيب النظرية دي عملت إيه بالضبط؟ ثورندايك من ضمن التجارب اللي أجراها إنه أحضر قط ووضعه في قفص، وداخل القفص هذا سقيطة متعلقة بالنسبة لهذا القط، ووضع له الطعام خارج القفص، يعني حالة استفزازية للقط. طبعا كل ما يمر فترة زمنية والقط يكون جائع ويشوف الطعام خارج القفص بيحصل نوع من الثثارة، عايز يتحرك، فبيتحرك حركات عشوائية، يتحرك داخل قفص يمين ويسار وهكذا، وبعدين ممكن عن طريق المصادفة يلمس السقيطة اللي هي موجودة داخل القفص فيفتح القفص فيخرج فيأكل الطعام. إذن هناك محاولة وخطأ، يتحرك في القفص وبسرعة لأنه شايف أمامه المثير موجود خارج القفص ويريد أن يحصل على طعامه، وخاصة لما بيزيد الجوع عنده. إذن تعريف المحاولة والخطأ في ضوء هذه النظرية إن نوع من التعلم بيستجيب فيه الفرد للمعالم اللي موجودة في الموقف، بيبص هو جعان عايز طعام فعايز يخرج يحصل على الطعام، فيخرج إزاي؟ فبيعمل حركات عشوائية لغاية ما استجابة فيه. طبعا الحركات العشوائية بيبقى في استجابات فاشلة واستجابات ناجحة. الاستجابة الناجحة اللي بيصل إليها إنما يستطيع إنه يلمس السقيطة دي ويبدأ يخرج ويحصل على الطعام. طيب تعالوا نشوف ايه هي القوانين اللي استخدمها ثورندايك في التعلم والخطأ. اول حاجة قانون الاثر. الاثر يعني ايه؟ الاثر حينما يكون هناك رابطة قوية بين المثير والاستجابة، وهذه الرابطة تؤدي الى حالة من الرضا او الارتياح بتقوى الاستجابة، بينما حينما لا تؤدي الى الرضا اللي هو الضيق يؤدي الى الضعف. يعني القط حينما كان يتحرك حركات عشوائية ولم يكن هناك نوع من الراحة وكان هناك نوع من الضيق، فاستجابات العشوائية بتاعته تقل، إنما حينما وصل ولمس السقيطة وبدأ يخرج، هذا الخروج حقق له حالة من الرضا، وبالتالي بدأ يسبب له نوع من الارتياح. فنتوقع مستقبلا حينما يوضع القط فتكون الاستجابات التي أدت إلى حالة الرضا أقرب إلى السلوك من الاستجابات اللي أدت إلى حالة من الضيق. طيب قانون التكرار. كل ما حصل تكرار بين إذا تكونت رابطة ما بين المثير والاستجابة، كل ما يحدث تكرار يؤدي إلى زيادة أو قوة هذه الرابطة. القانون اللي عندنا اللي هو قانون الاستعداد، اللي هو إن الربط يتم بطريقة أفضل حينما يتم بطريقة أسهل لو كان لدى الفرد استعداد للتعلم. يعني لو كان عندنا الأبناء عندهم استعداد، عندهم رغبة في التخصص، عندهم اتجاه إيجابي للتخصص، بيكون التعلم أفضل. تعالوا نشوف نوضح دور الاستعداد. يعني لو نفترض إن أحد أبنائنا مستعد إن هو يعمل أو يذاكر، طيب إذا قام بالمذاكرة ده يسبب له ارتياح لأن أصبحت الوحدة العصبية مستعدة للعمل. طيب لو هي غير مستعدة للعمل وأجبرت على العمل، ده بيسبب له نوع من الإزعاج، هو مش عايز يذاكر وبعدين أنت بتجبره على المذاكرة، فهنا نوع من الإزعاج. الاحتمال الثاني اللي هو موجود في الوسط إن تكون الوحدة العصبية مستعدة للعمل لكنها لا تعمل، يعني هو عايز يذاكر بس الظروف واللي حواليه والجو اللي حواليه وطبيعة المشكلات في البيت لا تستطيع إن هي لا تشجعه على المذاكرة، وبالتالي بتسبب له إزعاج. بكده نبقى انتهينا من نظرية المحاولة والخطأ. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.